في أكبر دعوى ضرر على الإطلاق بإسرائيل وأول دعوى مدنية يرفعها المتضررون من هجوم 7 أكتوبر، محامون يمثلون الناجين من مهرجان نوفاترانس الذي هاجمه مقاتلو حماس يرفعون دعوى قضائية على أجهزة الأمن الإسرائيلية ويتهمونها بالإهمال والإغفال. وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإن الدعوى تطالب بتعويضات تبلغ نحو 55 مليون دولار من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك والشرطة. وقع على الدعوى 42 مدعياً يتألفون من الناجين من المهرجان الذين تأثروا نفسياً أو أصيبوا جسدياً أو من أقارب القتلى. ما حدث ينم عن الإهمال الجسيم، وهذا أمر لا يصدق. مكالمة هاتفية واحدة للأمن المسؤول عن الحفلة لتفريقها في ضوء الخطر كانت ستنقذ الأرواح وتمنع الضرر. وبحسب الدعوة، فإن طلب الموافقة على تنظيم الحفلة بالقرب من حدود غزة تم تقديمه قبل 3 أشهر من الحدث، وحصل على الموافقة على الرغم من أن ضباطاً كباراً في فرقة غزة أعربوا عن مخاوف أمنية بشأن تنظيم هذا الحفل.